نوفمبر 19 بيبر 3 فيرينت 1. والسؤال الرابع ايه؟ السؤال هنا يا جماعه بيكلمني عن جرار زراعي تراكتور، فبيقول لي طبعا التراكتور بيحطت زي حاجه كده ورا عشان يعني ايه يشتغل في الارض شويه. فبيقول لي shows a tractor fitted with a device for breaking up soil، يعني دي حاجه عشان تكسر السويل. خلاص طيب، بالمقابل في هيفي ويت قدام هنا. طبعا يا جماعه دي تقيله، دي تقيله، فوارد تروح واخده الجرار ومايله لورا كده، تمام؟ فعشان يعادلوا وزن البتاع دي بيحطوا في الجرار قدام هيفي ويت. فبيسالني the tractor has a heavy weight at the front، في هيفي ويت هنا قدام، explain why the heavy weight is needed. ليه دي حطنا يا جماعه؟ تخيلها مش موجوده والوزن ده كله ورا الجرار ومربوط فيه، فالوزن ده وارد يا جماعه بتقله ياخد الجرار وايه ويميل لورا، تمام؟ فلو هنتخيل بقى مومنتس، تخيل بقى النقطه دي يا جماعه هنسميها البيفوت. انا عندي يا جماعه وزن الديفايس اللي ورا دي، وعندي وزن الهيفي ويت، تمام؟ ده ليه وزنه وده ليه وزنه. الويت ده يا جماعه بالنسبه للبيفوت ده عامل مومنت انتي كلوك وايز، والويت ده يا جماعه بالنسبه لده عامل مومنت ايه؟ كلوك وايز. فالمومنت الكلوك وايز والمومنت الانتي كلوك وايز بيوزنوا بعض، فالجرار يفضل معدول مش ما يتشقلبش بيه يعني. فبيقولي to keep the tractor balanced and avoid tipping it back. طيب بيقولي figure 4.2 represents the weight of the device and its distance from the pivot. ده البيفوت يا جماعة المسافة 2.1 متر وده الوزن بتاعي. فبيقولي calculate the moment of the weight of the device about the pivot with state its unit. يا جماعة معروف يا جماعة ان المومنت equals the force times the perpendicular distance to the pivot، اللي هو بالنسبة للمثال اللي قدامي 6000، ده الفورس، times the perpendicular distance to the pivot اللي هو 2.1، ده يديني يا جماعة 12600 نيوتن متر. دي إجابة هذا السؤال. طبعا يا جماعة إن طبعا الفورس بالنيوتن والديستنس بالمتر، يبقى المومنت تطلع يا جماعة بالنيوتن متر، وده المارك سكيم بتاع هذا السؤال. سؤال مومنتس يعني إلى حد ما يعتبر متوسط المستوى، أرجو إن حضرتك تكون فهمته كويس.